وسهلا بحضراتكم في الموسم الرابع من سلسلة ورش عمل دق الشماسي، والتي أطلقها مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد للعام الأول منذ عام 2020 في صيف 2020 تحديدا، لتكون انطلاقة جديدة لمجموعة من ورش العمل التي تخدم قطاع الابتكارات والتعلم عن بعد في خلال فترة الصيف من كل عام، وهي سلسلة ورش عمل دورية. يمكن السنة دي هتكون الورش مميزة وليها طابع خاص شوية عن الأعوام السابقة، إنه مجموعة الورش اللي هنتناولها إن شاء الله خلال هذا العام هتكون مترابطة بشكل متكامل مع بعض تحت عنوان الـ Undergraduate Research. يشرفنا ويسعدنا أن تكون انطلاقة البدء دائما بقيادة السيدة الأستاذة الدكتورة غادة الخياط، المدير التنفيذي لمركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد. إن شاء الله هتكون معانا اليوم على مدار الساعة في أول ورشة عمل. يشرفنا وجود حضرتك يا دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة دعاء، ميرسي على المقدمة الجميلة دي. حضرتك أستأذنك، شايفة السكرين بتاعتي؟ تمام يا دكتور، واضح. ميرسي يا دكتور، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحقيقة مش عارفة ليه الصدفة خلت إن أنا المرة دي أول مرة. أنا بحب أكون موجودة دايما على مستوى الترحيب اكتر يعني بالزملاء، وحشتونا جدا. احنا ما لحقناش الحقيقه نبطل شغل، يعني حاسه ان من وقت رمضان يعني الدنيا كان فيها حركه سريعه، وجات بقى وقت الامتحانات والعيد وخلافه، بس دايما بنسعد ان احنا نقابل حضراتكم. والحقيقه النهارده يعني في محور الابتكارات زي ما الدكتورة دعاء تفضلت وقالت، يعني المركز بيهتم جدا 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 بأحد أضلاعه الأساسية اللي هو الابتكارات بالشكل الواسع في العملية التعليمية، والتي حتى أسفرت ابتكارات تؤدي إلى ريادة الأعمال عن طريق نشاطنا الكبير حاضنة بايلوت. والتكنولوجيا والتعلم عن بعد من ناحية أخرى، فالابتكار اللي احنا بنتناوله يعني برضو عايزه اتكلم، يعني بما اني عندي الهات بتاعت السنتر عايزه اتكلم ان احنا لما اطلقنا ابتكارات اتكلمنا في حاجات كتيره، منها يمكن اول ما تعرفنا بالمجتمع الجامعي اتكلمنا في الصف المعكوس، وازاي ان البيداجوجي والعمليه التعليميه تنقلب في الصف لخدمه افضل للاهداف التعليميه، ودي كانت مبادرة احنا اشتغلنا فيها. اشتغلنا كمان في مبادرات ابتكارية كانت حوالين ريادة الأعمال ككونسبت، يعني ازاي ندكك ريادة الأعمال داخل الصف. اشتغلنا في مبادرة ابتكارية ترتبط بشكل كبير بحقوق الملكية الفكرية، لما اتكلمنا على الـ Open Education والـ Open Educational Resources. ودايما بقول إن الابتكار ملوش سقف، والتكنولوجيا بتيجي تخدم الابتكارات المختلفة، والعلاقة بينهم تبادلية بشكل كبير جدا، والابتكار نفسه ممكن يؤدي إلى خلق تكنولوجيا جديدة تستخدم بعد كده في العملية التعليمية، زي ما احنا بنشوف في حاضنة بايلوت وفي كورسات يعني ريادة أعمال بنراقبها عن بعد من خلال المركز. عموما مش عايزة أعطل حضراتكم يعني في التقدمة، أنا عارفة إن معظم اللي بيجي بيزورنا في هذه الورش بيكون عارفنا إلى حد، وطبعا يسعدني إن أنا أرحب بالضيوف الجدد لو معانا زملاء من جامعات أخرى أو من أماكن خارج الإسكندرية. نورتونا في إسكندرية، وإحنا على شط إسكندرية يعني زي ما السلايد واضحة، أتمنى تكون واضحة. النهاردة هنتكلم على الأندر جراديوت ريسيرش إن جنرال، وهتكلم على الانيشيتيف بتاعة جامعة إسكندرية
in particular والdeliverables اللي احنا متوقعينها ان شاء الله بنهايه الصيف نحققها. هنتكلم على ليه الاندرجراديويت ريسيرش، احنا ليه واجعين دماغنا بالموضوع ده وبنقول ان هو حاجه مبتكره. هو الحقيقه حاجه مبتكره، بس صدقوني هو مش حاجه جديده جدا. يعني حتى لما اتكلمت على الابتكار الاولاني اللي احنا عرفنا نفسنا بالمجتمع الجامعي بيه اللي هو الصف المعكوس، يمكن الكتابات في التعليم بتقول ان هو بدا من فتره طويله جدا، لكن يمكن جزء من الابتكار ان احنا ناخد الاشياء على السطح ونقدر نجيب بيها او نحقق بيها نتائج جيده. الحاجه الثانيه، what is undergraduate research؟ هو ايه بالظبط الاندرجراديويت ريسيرش دول؟ يعني انا سامعه بعض الزملاء بيقولوا هم الاندرجراديويت دول عارفين حاجه لسه يا دكتوره لما تقولي عليهم undergraduate research وينتجوا و و و. لا طبعا، هم اكيد يقدروا يعملوا حاجات. What do we want to achieve؟ عايزين نعمل ايه في المبادره دي؟ عايزين نعمل ايه لو احنا بندعي او بنزعم ان احنا ممكن نسهم في عمليه الاندرجراديويت ريسيرش؟ عندنا ثلاثه اكتيفيتيز مترابطه هسال حضراتكم فيها بعض الاسئله، وتسعدوني ان حضراتكم تشاركوني في الاجابات من خلال حائط الكتروني هشاركه مع حضراتكم. هنتكلم على الالكسندريا يونيفرسيتي انيشيتيف في 2023، ومش عايزه اختم بكونكلوجن تقليديه، انا عايزه اخدم بما اسميه your pledge. What is your promise؟ في نهايه اليوم النهارده هتوعدوني حضراتكم، وهتوعدوا نفسكم، وهتوعدوا جامعتكم، وهتوعدوا طلابكم بايه بالظبط؟ Why undergraduate research؟ علشان باختصار كده فيها مصلحه للجميع، فيها فايده، نود انها تعم على students، نود انها تعم على الفاكولتي ممبرز حضراتكم واحنا، ونود انها تعم على ال benefits of for the university itself. The benefits for the students they include عدد من الفوائد. اول حاجه، لما انا اطلب من تلميذي الصغير الاندرجراديويت، وما بقول اندرجراديويت فهو من اولى الرابعه او من اولى الخامسه، فانا بطلب منه ان هو يبقى engaged و empowered in hands on learning. هتلاقوني حضراتكم برجع اتكلم في تيرمز مختلفه يمكن اتكلمنا فيها مع بعض قبل كده، اتكلمنا على student centered learning، او ان يكون الطالب في يعني داخل بؤره العمليه التعليميه نفسها، ويكون التعليم متمحور حوالين الطالب. طيب هو لما بيعمل ريسيرش هو مش في البؤره، هو في البؤره جدا، هو بيعمل hands on learning، هو بيشتغل، هو بينتج. He's learning by doing. صدقوني النتيجة هتكون أفضل. طب هو ما ينفعش يعمل حاجة تانية؟ ينفع طبعا، بس خليه يعمل حاجة من الحاجات اللي يقدر يعملها اللي هي research. طيب enhancing the student's learning experience through mentoring relationship with faculty. النقطة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني احنا كتير حضراتكم بتشرفوا بشكل مباشر على طلابكم إذا كانوا مثلا في مشروع تخرج، أو إذا كانوا في ماجستير او دكتوراه او وكتير جدا بنسمع الكلمه دي لما بندي اولادنا وقت كويس، كواليتي تايم زي ما الولاد ساعات بيقولوا عليه، كواليتي تايم، وبننصحهم وبنعلمهم حاجات كتيره جدا من اول النقطه والفاصله، ويبتدي ازاي ويتكلم ازاي، ويربط الباراجراف الجديد بالباراجراف اللي قبليه ازاي، والفصل اللي الجديد بالفصل اللي قبليه ازاي، وكذا. ولما نقعد نتاخر شويه في المكتب وحضراتكم تبعتوا تجيبوا ديليفري وتعزم تلميذك على حاجه ياكلها عشان احنا بقالنا فتره طويله، فبنلاقي ان الطالب اتعلم مننا حاجات كتيره جدا على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الانساني والاجتماعي. فالاندرجراديويت ريسيرش او الريسيرش بشكل عام طبعا مع الطالب بيخلينا نصل الى علاقه وطيده وجيده جدا اوف منتورنج ما بين الاستاذ والطالب، يتعلم منها الطالب اكثر ما يمكنه ان يتعلم في العالم. وطبعا مش عايز اتكلم في نظريات تربويه دلوقتي، بس الابرنتسشيب او ان حد يتعلم من حد كبير قدامه، دي يمكن افضل طرق التعلم حتى الان. طيب انا سامعه برضو بعض الزملاء بيقولوا في الباك جراوند اللي الدكتوره غادة عماله تقوله ده، الشباب الكتير اللي في كليات التجاره والاداب والتربيه هيعملوا اندر جراديويت ريسيرش. معلش، الاليات والتنفيذ ده موضوع مختلف، ده لا يدرك كله لا يترك كله. ممكن نتكلم طبعا في الدسكشنز اللي حضراتكم هتقولوا لي عليها كمان شويه صغيرين،
تقولولي ممكن نتناول الأمر ده إزاي. بعد كده بالنسبة للطالب we can increase retention of the student in the disciplines اللي هم بيشتغلوا فيه أو بيدرسوا فيه. يعني إزاي؟ في ناس مثلا ممكن تكون خريجة أداب آثار ما شافتش أثر في حياتها أو ما بتشتغلش في المجال ده، حد متخرج من تمريض واشتغل في HR، حد متخرج من كذا. الـ undergraduate research بيعرف الطلاب ببعض العمق، على حسب طبعا الريسيرش على قدهم، بس بيعرفهم ببعض العمق بالديسيبلين بتاعهم أكتر، وبالتالي يحبوه أكتر ويرتبطوا بيه أكتر وقد يكونوا مفيدين فيه أكتر. وأنا بعتبر إن دي حاجة مهمة جدا 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 للمؤسسات التعليمية كمان مش للطالب بس. ما أحبش إن أنا أتعب وأدرس ابني أو بنتي MIS أو كمبيوتر ساينس أو كمبيوتر انجينيرنج أو ويطلعوا يشتغلوا حاجة تانية، طب كان لازمته إيه بقى وجع الدماغ ده كله اللي اتعبناه. some برضو benefits for the student. هبتدي امشي بسرعه شويه، ابتدينا يعني نعرف ال spirit. لكن providing effective career preparation and promoting interest in graduate education. الله، ده اللي بيعمل research ده بيعمل مشروع كامل من اوله لاخره، بيعمل problem identification وبيتعلم منهجيه وبيتعب باوتبوت. لا ده يعني راجل بيحترم deadlines وفاهم كذا وكذا وكذا، وبالتالي I'm providing career preparation وانا مش اخده بالي. الله، ده احنا كمان بنقول في المتطلبات الجامعيه عايزين critical thinking و creativity و problem solving و self confidence و و و intellectual independence among others. طيب الحاجات دي يعني صعب ان انا اقولها لحد ويفهمها ويعملها، لكن لما اعلمها له يعملها ازاي، عشان امتى يعني قد ايه الطالب او الطالبه ممكن يكونوا critical thinkers لما يشوفوا محتوى علمي ويبتدوا يتكلموا فيه ويبتدوا ينقدوه ويبتدوا يضيفوا إليه أو يعني يقارنوه بحاجة أخرى وهكذا. فأنا أقدر هنا أنفذ حاجات كتير من اللي أنا مقترحها هنا. Promoting an innovation-oriented culture probably resulting in entrepreneurial research لما بيبقى applied تطوير برمجية أو تطوير منتج أو وبالتالي ده أنا ممكن أعمل research وأعمل كمان based على research ده أطلع منتج يفيد المجتمع، وبالنسبة للطالب يكون an entrepreneurial project. طيب why undergraduate research for faculty؟ طيب for faculty أول حاجة increasing the intellectual activity and enthusiasm. أكيد طبعا إحنا بندخل ندرس الكورس بتاعنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بنحاول نبتكر، بنحاول ما ندرسوش بنفس الطريقة، بس أكيد لما بيكون في إنتاج علمي جديد وبطلع مخرج بحث علمي اكيد ببقى فخوره بيه ومبسوطه وحاسه ان انا عملت اضفت للعلم حاجه. فطبعا لما الطلاب اللي بشتغل معاهم ده هيكون مفيد ليا كاستاذ جامعي. Enhancing teaching effectiveness and job satisfaction. وطبعا بما ان التدريس والبحث العلمي مرتبطين ببعض، كل ما ابحث اكتر واكتشف نقاط جديده بروح في الكلاس بقولها لاولادي، اكيد كلنا بنعمل الحكايه دي. Then we are enhancing teaching effectiveness. كمان ببقى satisfied in my job، انا بعمل حاجه جديده ومش بدخل الكلاس بقول الحاجه اللي شفتها في مرجع بس، انا بقول الحاجه اللي عملتها كمان. Promoting advancements in research، على قد الادفانسمنت الصغيره اللي هتيجي من الاندرجراديويت ستودنتس، لكن هنكونتريبيوت ان بروموتنج ادفانس. كمان لما بيكون عندي طلاب، يمكن عملناها كتير مع طلابنا في المرحله الجامعيه الثانيه، قدمنا بحوث طلب فاندز وكتبنا اسامي طلابنا ضمن الفريق البحث، لكن ممكن النهارده اكتر واكتر. وطبعا شفنا يعني فاندز بتروح لطلاب مشروعات التخرج وطلاب مرحله جامعيه اولى من الاكاديميه، اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا وخلافه. فده برضه هيشجعني لما الاقي قاعده طلاب واعده ان انا اقدر اكتر مشروعاتي، ودي حاجه كلنا بنبقى فخورين بيها. Encouraging faculty to better contribute to their fields. انا بنتج، انا باثر في القطاع بتاعي اكتر لما انتاجي البحثي بيزيد وبتعرف اكتر. Promoting greater engagement with students, colleagues and the community. احنا زي ما قلت من شويه صغيرين بنعرف بعض اكتر، بنتعلم من بعض اكتر وبناثر في بعض اكتر بعلاقه البحث العلمي. اليونيفرستي الانتلكتشوال ايمج بتاعتها هتزيد طبعا، انتاجها العلمي هيزيد. طبعا في تاثيرات مباشره على الرانكينج وخلافه، زمايلنا طبعا اللي ماسكين ملفات الرانكينج في الجامعات يقدروا يكلمونا فيها باستفاضه. بشكل عام هقدر اتراكت التالنتد فاكولتي فور بيلدينج ريسيرش بروجرز، واحسن الكواليتي بتاعت الفاكولتي بتاعتي، عشان الفاكولتي هتبقى انفولف في الاب تو ديت ريسيرش، مش ممكن الطالب يجي يسالها في موضوع ما تبقاش عارفه فيه، اند سو اون اند سو فور. اتراكتنج الانجيج ستودنتس اند انترستنج
the community اكتر، كل ما ادي ايمج ان انا بشتغل في الريسيرش بشكل كبير، حتى الشباب الصغيرين بيشتغلوا في الريسيرش عندي، الكوميونتي ولتكن الصناعه وخلافه هتحب تيجي تطلب مني احل لها مشكله اكس، مشكله واي، مشكله زد. So I will be more interesting as a university للكوميونتي. Acquiring new equipment، لو جبت funds وجبت equipment وكذا فانا بجهز معامل في السكه and so on. Encouraging innovative and collaborative curricula. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يمكن أنا حطيتها بالأحمر because we are in pedagogical innovation in this center. فطبعا لما أنا الكريكولم بتاعي يبقى research based فأنا I'm innovating in my curriculum. واحد. Collaborative curriculum مهم جدا لما بيكون عندي بتعامل في research على إن أنا service provider. يعني بتكلم أنا مثلا في الصيدلة وبشتغل في قضية تخص البحث الدوائي. أوكي؟ مع طالب undergrad. مش عيب خالص. طب انا بشتغل مع مين؟ اكيد بشتغل مع احد الشركات او احد المصنعين، وبالتالي فبقى في هنا كولابوريشن، بقى في كولابوريتيف كريكولا مع جهات خارج الصف او خارج الجامعه. بروموتنج انجيجمنت وذ نوفل ترندز ان هاير ايدكيشن، طبعا لما اجي اتكلم انا واقول انا ذس كورس از ريسيرش بيزد، انا كده بتكلم ان نوفل ترندز ان هاير ايدكيشن، حتى لو هي بعيده بعض الشيء لكن او ابتدت من فتره الا انها تظل نوفل ترندز. وبرضو عندي new research directions بكتشفها كل يوم مع طلاب. طب what is undergraduate research؟ simply said، مش عايزة أقول كلام بقى، أنا النهاردة وأنا يعني براجع كده السلايدز بتاعتي قلت الله الريسيرش دايما تقيل تقيل بس جميل بنفرح بيه في النهاية، والسلايد يعني ما فيهاش بقى كهوت وطول صغير بستخدمه وكده، لا دانس شوية، لكن حبيت برضو أحطها simple وقلت simply said and the undergraduate research is an inquiry or an investigation conducted by an undergraduate research undergraduate student research مش حكر على حد اي حد يقدر يبحث that makes an original intellectual or creative contribution to the discipline. الفرق ان هو بدل ما اخلص المرحله الجامعيه الاولى لا احنا بنقول له لا طلع كل الحاجات الحلوه اللي جواك وانت لسه في المرحله الجامعيه. You want to achieve a lot such an initiative. You want to do the learning through the research. مش ممكن أبحث وكونتريبيوت لحاجة وأنا learning level فكروا في بلوم، فكروا في التاكسونومي، فكروا في الليفلز اللي أنا what I have acquired. إزاي هكونتريبيوت لحاجة وأنا الليفل بتاعي فيها ضعيف؟ الله أنا ما أقدرش أتعلم أحسن من كده. Promoting high quality student faculty collaborative research. طيب أكيد أنا مش هسيب الطالب الصغنن ده اللي هو لسه صغير أكتر أول طبعا خبرته بسيطة يشتغل لوحده، فأنا بيتولد a collaborative researcher مش بيتخرج او بيعرف وبيعمل ويداري على الريسيرش بتاعه وبعض الممارسات اللي قد ما بيكونش بيحبها قوي، لا هو بيتولد collaborative researcher. Supporting high quality student faculty collaborative research technically and financially عشان هنقدر نطلب funds ونقدر نساعد الطلاب بتوعنا technically عشان هم لسه صغيرين زي ما قلت. Develop and sustain models for research supportive curricula. ده اللي فاينلي عايزين نقدر كل واحد فيكم، النقطة دي مهمة جدا عشان أنا مش هقدر أقولها لكل حد. إزاي أسستين a model for research supportive curricula في كورس حضرتك اللي عارفه في كليتك أو كذا أو كذا. أه طبعا في جايد لاينز لكن في النهاية كل واحد هيبقى عارف يمكن. خلوني أشير مع حضراتكم some models some quotes من education theorists. We need to encourage universities and colleges to explore new models of curriculum. There are several models that we might explore. They should all incorporate research-based study for undergraduates. Paul Ramsden is an British Australian education theorist. وقال الكلام ده من زمان من زمان زمان لما يعني ال 2008 دي مقصودة يعني لما أقول إن ده من الفترة دي يعني we have to move. وده ياخدني إن أنا أبتدي أشارك حضراتكم an activity one how to incorporate research in the curriculum. هسأل حضراتكم سؤال how to incorporate research in the undergraduate curriculum. Can you think of a model؟ حضرتك في التجديد، حضرتك في الزراعة، حضرتك في التجارة، حضرتك في الأداب. Do you think of a model of incorporating research in the undergraduate curriculum؟ وعايزين نكون صادقين لما نسأل نفسنا السؤال ده. قد ايه طلاب احنا طلبنا منهم يعملوا بحث ويجوا يقدموا لنا البحث
طبعا البحث ده بيسكلي كات وبيست من على ويكيبيديا او وقلنا معلش هم صغيرين على الاقل يتعلموا يكتبوا الدوكيمنت او كده، لكن لما بنقول هنا اندر جراديويت ريسيرش ان ذيس برزنتيشن فاحنا فعلا محتاجين حاجه تكون ان اديشن تو ساينس. انا هطلب من حضراتكم ان 1 مينت ممكن يزيدوا شويه معلش رايت اور ريز هاند تو شير اورالي لو مش عايز ترايت، حتى لو لو حتى معانا طلبه اهلا بيهم يسعدني ان انا اسمعهم. Tell us about one way in which you have experience or would like to see research and inquiry embedded in the curriculum. ازاي اقدر ادخل الريسيرش او لو حضرتك عندك experience بالفعل تحكي لنا ازاي نقدر عملتها دي in your undergraduate curriculum. بعد ما حضرتك تكتب لنا الحكايه دي انا هطلب منكم بعد اذن حضراتكم ان احنا ممكن نفتح المايكات كده بالاوردر and you can comment on الكلام اللي الزملاء كتبوه. اسمحوا لي حضراتكم I will share in the chat a Padlet link وهطلب من حضراتكم الPadlet link ده تقولوا لي افتكر انا كنت بعته لماي مودريتور دكتور دعاء. Okay, here is the Padlet link. استاذن حضراتكم انا اللينك قدام حضراتكم بس اسمحوا لي هفتح السلايد تاني. Tell us about one way in which you have experience or would like to see research and inquiry embedded in your undergraduate curriculum. احكوا لنا او اتمنوا وقولوا لنا تحبوا تطبقوا ده ازاي. حضراتكم هتدوسوا على البلاس الموجودة هنا في البادلت وتكتب. أنا شايفة أوريدي زملاء بتكتب. اسمحوا لي برضو علشان الاكسرسايز ينجح انا هبتدي ادي كومنت سريع. في حد من الزملاء كتب كرييشن. كرييشن مش خبره حضرتك بتقول لنا عليها وكرييشن مش حاجه حضرتك ناوي تطبقها في الكريكولم بتاعك. لو خبره حضرتك بتقول لنا عليها يعني هتقول انا في الكورس الفلاني بتاع كيمياء واحد مثلا طلبت بحث في الجزئيه دي ونجح او فشل. ولو ناوي تعمل حاجة حضرتك هتقول أنا متصور إن الموضوع الفلاني في المقرر الفلاني يسمح مع تطوره السريع بجدا إن هو يكون مادة للأندر جراديويت ريسيرش. هذه هي الطريقة اللي إحنا بنحاول ندكك فيها بعض الأنشطة أو نقترح أشياء نقوم بعملها، لكن كلمة كرييشن بالنسبة لنا مش كافية يعني كتجربة أو كمقترح للتدريب. شكرا دكتوره منى. انا شايفه ان علشان برضو البادلت يبقى مقروء يا ريت الزملاء اللي بتكتب تكتب اسمها. ممكن نبدا جزء من المنهج بمعنى الدرجات بتاعه الماده جزء منها مش كتير يبقى على البحث
نفس فكرة الأسايمنت مع شروط البحث العلمي الصحيح. تمام، ممتاز. طيب الدكتورة دعاء كاتبة ربط بأهداف التنمية المستدامة، ماشي، شكرا دكتورة دعاء. دكتورة دعاء يعني حضرتك بتقترحي إن دي تكون الموضوعات اللي هي تكون في البحث العلمي، ودي يعني عريضة كفاية لأنها ترتبط بكورسات كتير. أنا شايفة هنا الدكتورة منى أبو السعود مع 2 تاني من الزملاء بيتكلموا على إعداد الطالب فعلا، يعني إحنا لسه ما وصلناش الجزئية دي في البرزنتيشن، لكن إحنا دكتورة إيفا شكرا لحضرتك يا فندم، وفي طبعا other two contributions بيتكلموا على إعداد الطالب، يعني إيه proposal، يعني إيه dissertation، يعني إيه collecting data and so on. وطبعا ده ياخدنا لفكرة مهمة جدا، يمكن احنا اتكلمنا كتير وشفنا طبعا خلال حياتنا في الجامعة الكورسز متطلبات الجامعة وهكذا، فين مكان أساسيات البحث العلمي والملكية الفكرية وهكذا من الطالب اللي بقى كل يوم على الإنترنت بيتعرض لعلم جديد وبيتعرض لمواقع وبيتعرض لموارد علمية وهكذا. الطالب بتاعنا النهارده مش احنا، وبالتالي يمكن احنا لازم نتدخل ونعلمه الحاجات دي دلوقتي. دكتور ايفا بشكوره، in microbiology department students might be asked to take swabs from various surfaces. ميرسي يا دكتوره ايفا، انا طبعا مش فاهمه قوي يعني اللي حضرتك بتقوليه، بس انا عارفه swab دي من ايام الكورونا. بس واضح ان دكتور ايفا is already proposing نوع من انواع البحث العلمي معملي جدا، هيبقى فيه cultivation of bacteria وكذا، وواضح ان شروطه وحدوده سهل انها تبقى apprehended بالطالب الاندرجراديوت. تمام، شكرا يا دكتوره ايفا، شكرا. انا بشكر الاساتذه اللي كاتبين اساميهم، مش عارفه بقى. بشكر برضو طبعا اللي مش كاتبين اساميهم، بس مثلا في حد كاتب ضمن الاعدادات محتاجين نشوف الساينتفك رايتنج او الريسيرش بيبر تتكتب ازاي. شكرا دكتور او شكرا دكتوره، ميرسي جدا. في زميل او زميله كاتبين حاجه مهمه جدا جدا جدا، encouraging students who have the desire to research to do research and after completing their research and its success they are honored and marked well. يعني في مداخلتين يمكن انا اتكلموا على ان الناس اللي بتعمل ريسيرش لازم تجازى بقيمه الريسيرش اللي بتعمله. فدي المجازاه بالدرجات او بالانكارجمنت او كذا، دي حاجه مهمه جدا. برضو في حد من الزملاء اتكلم على يعني او في نفس المداخله تقريبا، students who do well دي معناتها ايه؟ معناتها ان في students who do well and students who do not do well. وبالتالي ال students who do not do well طبعا لازم اشجعهم وكل حاجه، لكن التقاط واكتشاف المواهب ودعمها في البحث العلمي حاجه كويسه جدا. My name is مهند بدر الدين، دكتور مهند in the city of scientific research and technology we had a chance to be incorporated in writing review article. اوكي واضح مهند انت طالب، مش عارفه حضرتك طالب او لو ماشي، واضح ان هو شرف وسعد بالمشاركه في ان اندر جراديويت ريسيرش انيشيتيف. طبعا الكيانات الجميله والكبيره زي يعني السيتي اوف ساينتفك ريسيرش ده توجهها الاساسي بحثي، وطبعا اتوقع ان في سامر سكولز او حاجه زي كده يقدروا يشتغلوا في حاجات من هذا القبيل. The faculty of medicine دكتور
دكتورة منى كلمتنا in microbiology teaching dissertation. عايز اتاكد ان انا احنا ممكن طبعا نلون البادلتس بتاعتنا على الستيكي نوتس، ممكن نلونها علشان اخد بالي من الحاجات الجديده. عندي في الكليه بدرس الطلاب ماده طرق البحث، بخلي الطلاب كل طالب يختار نقطه بحثيه ويمشي خطوه خطوه مع الشرح التطبيق، وطبعا بيكون عليه درجات. طبعا اللي بادي اللي كاتب السلام عليكم وعندي في الكليه، انا عايز اساله، هو انتوا بتدرسوا طرق البحث للطلاب الاندر جراديوت؟ احنا عندنا في الكليه مدرس، فلو الكليه بتدرس الاندر جراديوت ريسيرش ده حاجه كويسه قوي. كليه ايه يا فندم؟ انا بتكلم على المرحله الجامعيه الاولى. تكليف الطلاب ضمن مقرر استراتيجيات التدريس بعمل بحث فعلي. اوكي دكتوره سحر، انا فاهمه ان ده اكشن ريسيرش في كليه التربيه، وطبعا طبيعه كليه التربيه تسمح بحاجه زي كده. connect research with business circulation in the field that is performing in the business platforms. بروفيسور ابراهيم حرفوش، اهلا يا دكتور ابراهيم، منور يا فندم. طبعا هو ده كان احد البنفيتس المهمه جدا اللي هو الربط بالصناعه. ما هو اصل الكلام سهل لكن الفعل صعب، يعني اقول هربطها ازاي؟ ما لازم عشان الصناعه ترتبط بيا لابد ان تجد مصلحه معايا. ويمكن الطالب الاندر جراديوت يبقى فيري موتيفيتد انه يشارك في بحث يعني يطور احد الصناعات او يساعد او او او. تمام. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وقبل ما نبروسيد انا هسيب ال هسيب التابلت بتاعتي مفتوحه ومش عايزه اشيل السكرين يا دكتوره دعاء من قدامي. استاذن حضرتك حضرتك تبصي على الزملاء، عشان احنا كنا كاتبين في البلان ان لو حد عايز يعلق على كلام زمايله اللي في البادلت. هو كان معانا دكتوره نهى حسن كانت عايزه تعلق ودكتوره منى. طب حضرتك، طيب انا عشان السكرين كبيره قدامي فهسيب حضرتك تدير الجزئيه دي يا دكتوره، وتسمحي لي ارد لو في سؤال او حاجه. هو كان في مداخله من الدكتوره منى حسن، اتفضلي نهى حسن. اتفضلي دكتوره نهى. زي حضراتكم جميعا، ازيك؟ زي حضرتك دكتوره غاده. اهلا دكتور نهى، منوره الدنيا يا حبيبتي. الله يخليك يا دكتور. انا بس حبيت اشارك الاكسبيرينس بتاعتنا. احنا انا دلوقتي شغاله في البريتش يونيفرسيتي، واوريدي احنا بيبقى في موديل عندنا للطلبه اسمه ديزرتيشن موديل، بيبقى في سنه رابعه زي بروجكت تخرج كده. الطالب بيشتغل من اول السنه لاخرها على ريسيرش بوينت، او بيختار نقطه بحثيه بيشتغل عليها وبيقدم في نهايه السنه الدراسيه، وبيعمل برزنتيشن للبحث بتاعه والبحث للبروبوزل بتاعه، وليس بحث. هو مش بيقوم يعني يجمع داتا، لكن بنكتفي بس بكتابه البروبوزل وليتريتشر وريفيو اوف ليتريتشر للموضوع او للنقطه البحثيه اللي هو كتب فيها. طبعا الميثودولوجي للموضوع كله بيغطي الموضوع كله يعني. فانا حبيت بس اشارك مع حضرتك ان احنا اكشولي في بعض الجامعات، وان كان برضك حتى في جامعه الاسكندريه، في بعض الكليات، واحنا كليه التمريض عندنا بتقدم الانترودكشن تو ريسيرش والاستاتستيك من سنه ثالثه لحد سنه رابعه. يعني لازم ده من الحاجات اللي لازم الطالب يدرسها عندنا. شكرا لحضرتك يا دكتور، وموضوع جميل النهارده. ممتاز يا دكتوره نو. ويمكن دور المراكز اللي زينا يعني انها، عشان مش كل الناس بنفس الديفلوبمنت في الموضوع ده، ف يعني احنا بنحاول ان دي تكون بلاتفورم او فرصه يعني ان احنا نشارك الخبرات مع بعضها. شكرا يا دكتور. طبعا هو يا دكتور بصراحه مش معنى ان الطالب بيدرسه ان هو بيبقى يعني كومبيتنت في كتابته، او بيبقى احنا في تشالنجز كتيره في كتابه البحث العلمي، لان الطلبه دلوقتي مع الادفانسد تكنولوجي بدات تلجا للحاجات الجديده زي الجي بي تي تشاتنج والحاجات اللي احنا بنلاقي فيها الكتابه نسبه الاقتباس فيها عاليه جدا. فيعني ممكن الانيشيتيف دي توري للناس وللشباب ازاي ان هو يقدر يعتمد على نفسه، وتكون الكتابه الساينتفك رايتنج بتاعته قايمه
على حاله، يعني ما يكونش قايم على فكرة اقتباس أو حد بيعمل له البحث العلمي، لأن طبعا ده بيفتح للسوق إن الطلبة تبدأ تدور على مراكز تعمل لها البحث على طول، هو جاست إن هو يقدمه خلاص يعني. ما عشان كده احنا اتكلمنا في الاول ان هو بيبقى ديفلوبمنت فيز مع الاستاذ، وبيبقى فيه كونتينيوس، عشان كده طبعا فيه تشالنجز برضو للوقت، لكن بيكون فيه كونتينيوس مونيتورنج. وانا مش عايزه يعني طبعا اخد وقت كتير من وقت النهارده، لكن هي السيشنز اللي جايه حضرتك اكيد شفت الجدول يا دكتوره نهى، بيتطرق لاسس الكتابه العلميه، وبيتطرق لكتابه المراجع، وبيتطرق للبلاجياريزم، وبيتطرق للامانه العلميه والاثكس، وحاجات كتيره جدا. التوبكس كلها تقريبا الثمان، زي ما الدكتوره دعاء قالت، الثمان محاضرات كلهم او الثمانيه ويبينارز كلهم مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. شكرا يا دكتور. في مداخله من دكتوره منى ابو سعود، اتفضلي دكتوره منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كل عام وحضراتكم بخير. زي حضرتك يا دكتورة غادة، ازيكم جميعا. حضرتك بخير يا استاذ. أنا كان ليا تجربة الحقيقة، أنا كنت بشتغل في كلية الطب جامعة بيروت العربية من فترة، فهناك كان في موديول لونجيتيودنال. يعني إيه لونجيتيودنال؟ يعني بيتدرس من أول سنة أولى تانية تالتة رابعة وهكذا. ففي البداية خالص الطالب بيتعلم الأناتومي أوف ذا بيبر، يعني التركيب البيبر شكلها عامل إزاي، عشان يألف ان البحث العلمي الببليكيشنز شكلها مختلف عن شابتر في تكست بوك مثلا. وبعدين بيبتدي نعلمه الكريتيكال ثينكينج والكريتيكال ابريزل اوف ا بيبر، بيتعمل لهم زي جورنال كلوبز وهكذا. وبيتكتب طبعا، هو الطالب كل الطالب بيكتب ريفلكشن بتاعته على الحاجات اللي بيدرسها. وبعد كده بيبتدي في الببليك هيلث، بياخد ابيديميولوجي، بياخد الداتا تايبس اوف داتا وهاو تو كولكت داتا وهاو تو انالايز داتا. في نفس الوقت برضه في العملي بياخد الاس بي اس اس، ازاي يدخل الداتا في الاس بي اس اس، وازاي يبتدي يعمل statistical analysis حتى كده بسيطه. وبعدين بعد كده يبتدي يتعلم ازاي يكتب بروتوكول، ريسيرش بروتوكول. وبعدين فعلا في نهايه سنه ثالثه الطلبه بيكونوا جهزوا التوبكس بتاعتهم. طبعا بيتم توزيع الدفعه على الاساتذه، بحيث كل استاذ معاه مثلا ماكسيمم 8 طلبه او حاجه، بيوزعوا هم الشغله على نفسهم. وبعدين في اخر المده بتاعت سنه ثالثه دي المفروض ان هو بيقدم ريسيرش بروبوزل ده او البروتوكول، وبيتناقش في لجنه مخصصه للاندر جراديويت ريسيرش، بتناقش البروتوكولز دهيت. وبعدين في نهايه سنه رابعه الطالب المفروض ان هو يكون فعلا he or the group يعني has conducted the research، ومفروض كتبوا مانوسكريبت جاهز للنشر يعني. بس كده طبعا الطلبه الاحسن برضه بيتقيموا ازاي، ان بيتعمل لهم زي كانها كومبيتيشن كده ما بين المجموعات، وبيتاخد احسن ثلاثه ريسيرش توبكس بيتقيموا يعني بيتكرموا قدام اللجنه، بياخدوا زي جوائز، بيبقى فيه انسنتيفز برضو على هيئه درجات وكده. بس فدي التجربه اللي انا حبيت اشارك حضراتكم فيها. واحنا هنا في جامعه اسكندريه برضو في كليه الطب عندنا برضو this longitudinal research protocol، انما انا للاسف طبعا مش مشاركه معاه، يعني انا I don't know who is responsible about it، بس موجوده برضو الحكايه دي عندنا في كليه الطب جامعه اسكندريه. شكرا لحضراتكم. شكرا يا دكتوره منى، ميرسي. طبعا اللونجيتيودنال ميثودولوجيز ابروتشز مهمه جدا 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 يعني، وانا بحس ان التعليم is about living with the methods and living with the knowledge، انا بحس living with the competencies طبعا and the skills. لكن الحاجه اللي انا بتعلمها السنه دي وادخل امتحن فيها وتبقى انتهت بالنسبه لحياتي دي، ده مش بيريزلت في good experiences تعليميه. فطبعا انا بحيي اي تجربه بتستمر على مدى سنين الدراسه، وده اكيد اكيد طبعا بيحصل ماتيوريتي مع كل سنه والنتيجه بتكون افضل. دي حقيقه، لان هما بيتعلموا سكيلز، يعني بيتعلموا سكيلز دي بتبقى ابلايد، فبالتالي هما they learn how to how it's really done in real life، يعني مش بس كلام نظري كده بحت، لا بيطبقوه كمان في شغلهم. انا هاخد من كلام حضرتك يا دكتوره منى المسابقه واحسن حاجه، وان البيبر تبقى جاهزه للنشر. يس جس وات، خلوني نكونكلود على الفيس دي من الويبينار. يبقى what conclusion can we adopt? Yes, this is the conclusion. We need to regard students
في المرحلة الجامعية الأولى as partners in learning and teaching in higher education. هم فعلا قادرين، التجربة قالت كده. إذا كانت بعض التجارب اللي دكتورة نهى ودكتورة منى قالوا عليها in nursing and in medicine، الكلام ده بيتم بالفعل وبيحصل بالفعل. إذن الناس دي قادرة، وبأكد إن الطلاب دول مش إحنا، الطلاب دول جايين لنا بلاجج أكبر بكتير من الوقت اللي إحنا دخلنا فيه جامعتنا. طيب يس، لو أنا شفت الموديل ده بتاع هيلي وفلينت وهارينجتون، الليرنينج إن كوميونيتيز بيحصل through partnerships. partnerships ما بين الستودنتس والبروفيسورز اون انذر هاند. ف وده بيتم من خلال اليات الليرنينج والتيتشنج والريسيرش مع بعض. وي كان كو ليرن وذ ستودنتس، وي كان كو ديزاين وذ ستودنتس، اند وي كان كو ديفلوب وذ ستودنتس. وي كان كو ديفلوب ذا اوتبوت ذات كود بي ا بيبر اند ا بابليكيشن، اللي هو ابتدى اساسا with the co-researching and the co-inquiring activity اللي احنا اشتغلناها مع الطالب بتاعه. كتير احنا مش بنتقبل فكرة الco-curriculum design والco والpedagogical consultancy مع student. هي ما بتجيش كده، هي احنا بنعملها طبعا بشكل حتى فورمال لما بنقيم كورساتنا وكذا، لكن لما بنشتغل عن قرب اكتر مع الطالب وبنعرف هو ايه اللي بيفيده وايه اللي مش بيفيده، ده بيديني فرصة الكريكولم الباتر كريكولم ديزاين، علشان أنا زي ما قلت through learning and teaching assessment عرفت من الطالب أكتر input خلاه هو يكون partner في عملية التطوير دي. اشتغلت معاه in subject based research and inquiry، وده في النهاية بيوصلني للساتل أو scholarship of teaching and learning اللي بتخليني أنا بشتغل على مهاراتي وبحسن من أدائي ومن الكورسز بتاعتي اللي أنا بطرحها وخلافه. يعني guess what it's very cyclical. اللي أنا بعمله مع الطالب في الأندرجراديوت ريسيرش والإمبليكيشن بتاعتي معاه بالشكل ده بترجع ترد تاني على مستوانا في أدائنا البحثي والتعليمي كمان بشكل كبير جدا، وفي الديزاين of our educational activities. Any testimonials, any remarks؟ حبيت أسأل لو في students around here who can share ال undergraduate research experience. وأنا لاحظت إن مهند يمكن كان undergraduate. Can you confirm مهند إذا كان any student can confirm إن إحنا معانا طلبة؟ طالب بس واحد يقول لي إذا استفاد إزاي من التجربة دي؟ معانا طلاب؟ مهند اللي كتب من شوية كان طالب؟ I don't know whether there are students مكسوفين ولا ما فيش، بس anyways. احنا في معانا عبد الرحمن يرفع ايده يا دكتور. اتفضل يا عبد الرحمن. ايوه يا دكتور، هو انا اكيد استفدت، بس يا دكتور انا كنت كاتب حضرتك في ال عبد الرحمن يسر زكريا اتفضل. ايوه يا دكتور انا بتكلم اهو. فانا يا دكتور كنت استفدت جدا من المحاضره كل حاجه، بس انا للاسف تخصصي مش سامح لفكره البحث غير اللي هو في حاجات بسيطه، او كل المراجع بتيجي بلغه اجنبيه حتى غير الانجليش. يعني انا اصلا طالب في قسم الاثار والدراسات اليونانيه والرومانيه جامعه اسكندريه كليه الاداب، فعندنا دايما المراجع بتختلف من مرجع لمرجع. في حاجات انجليش كتير، بس المعظم بيبقى الماني، المعظم بيبقى فرنش، فهضطر ان انا اذاكر لغه تانية عشان اعرف افهم المرجع. فهي دي كل المشكله. زي حضرتك ما قلتي في الاول ان احنا ساعات بنلجا لويكيبيديا، بس مش في كل الحاجات. يعني انا لما كنت بعمل على مدار، انا داخل سنه ثالثه ان شاء الله، فعلى مدار سنتين في الكليه كنت ساعات بلجأ لويكيبيديا، وساعات كنت بسأل دكاترتي الصراحه اللي انا الجأ عايزه يعني لمصدر تاني، فكره البحث العلمي او الماستر قدام، او اللي انا عايز اشارك في حاجه زي كده. فحضرتك النهارده وضحتي كام معلومه في المحاضره انا استفدت بيهم جدا، بس يا دكتور هو المشكله مش في كده، المشكله في التخصص بتاعي قد ايه هو صعب، قد ايه هو صعب حتى اوصل لمعلومه او اعمل ماستر. بس يا دكتور ده كل عبد الرحمن بشكرك لمداخلتك. هو الغرض من المداخلة ما كانش ان انت تكومنت على المحاضرة بتاعتي، ولا كان الغرض ان انت تقول ايه الصعوبات اللي عندك في مجالك. ليه؟ هقول لك بقى يا عبد الرحمن. هنرجع تاني للكونتنت بتاع محاضرتي. This thing has to be a discussion بينك وبين الاستاذ بتاعك.
يعني انت يمكن تكون مكبر الموضوع. انا كنت عايزاك لو انت جربت بحث علمي فعلا تقول لنا استفدت منه ازاي او ما استفدتش منه ازاي، لكن انت كده اوضحت ان في اشكاليه تخص المراجع واللغات، لكن صدقني يمكن انت تكون مكبرها شويه يا عبد الرحمن. وهي لو انت رجعت لاحد من احد يعني الاساتذه عند حضرتك في القسم، ممكن يكون في انواع بحوث سهله، زي مثلا ان حضرتك تشوف المجتمع ازاي بيتفاعل مع الاثار اليونانيه والرومانيه، بيحبها ازاي، بيزوروها بمعدلات قد ايه، ايه المشكلات او مثلا عايزه اقول ايه الليجندز اللي هي الاساطير المرتبطه بهذه الاثار وهكذا. ويمكن يكون في حاجات ما تبقاش انت محتاج فيها اللغه والمراجع بالشكل ده، ممكن تكون تطبيقيه اكتر، فاهمني حضرتك؟ فتوعدني يا عبد الرحمن ان انت بعد السيشن دي، احنا في الصيف دلوقتي، بس لو انت على تواصل مع حد من الدكاتره تتواصل معاه وتاخد رايه، ويمكن يكون في حد يشجعك وتلاقي يعني باب متوارب بنقدر ندخل منه للريسيرش. تمام يا عبد الرحمن؟ تمام يا دكتور، بس انا بصراحه انا نفسي، يعني انا كده كده في الصيف الواحد فاضي، فنفسي اعمل حاجه زي كده هتفيدني قدام حتى او كاكسبيرينس دلوقتي الموضوع هيبقى حلو، فانا نفسي بجد طيب اعمل حاجه زي كده. شكرا جدا ممكن لحضرتك. ترجع للدكتورة فتحية جابر، ارجع للدكتورة فتحية جابر في الكلية عندكم، عشان هي اللي ماسكة مبادرة الأندر جراديويت ريسيرش في وحدة الابتكارات التربوية. هي يا دكتور فعلا هي اللي بتشجعني على الموضوع ده، وهي اصلا قالت لي احضر المحاضرات دي كمان. تمام، ارجع للدكتورة فتحية وأنا هتكلم معاها وإن شاء الله خير. طيب أرجع أتكلم مع زمايلي وأقول Does the research based education remind you of any pedagogical models you know of؟ هرجع افكركم ان الفليب كلاس روم اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي احنا ادينا الطالب يشتغل على ريسورسز ويرجع لنا تاني، جزء كبير منه موجود هنا في الريسيرش بيزد كريكولا. انا في الريسيرش بشتغل في الايدنتيفيكيشن وذ بروبلم مع الطالب، ببعته يبص على الريسورسز، بيعمل حاجات لوحده، بيرجع لي تاني علشان ادسكاس معاه واشوف. ف اتس فيري فليبت and it's very cyclical. انا بوديه في سايكل وسايكل سايكل ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا، فانا كده بزود الاندبندنس بتاعته. All undergraduate students in all higher education institutions should experience learning through and about research and inquiry. ودي كتير جدا من الزملاء كتبوها في البادلت. في اليو اس اكسبيرينس، معلش يعني with a very old citation from 2009، such circular experience should and can be mainstreamed for all or many students through a research active curriculum. فما تقولش يا عبد الرحمن ان بتاع الاثار ما عندوش حته زي دي. انا هسكيب بعض الاشياء عشان الوقت. For the students who are the professionals of the future, developing the ability to investigate problems, دي اكبر هديه اقدر اديها للطالب بتاعي. حتى لو انا بعلمه انفستيجيت مشكله بحثيه، فانا كده بعلمه الميثودولوجي، وانا ما اقدرش اعلم الطالب حاجه احسن من المنهجيات، عشان هيخرج يلاقي كل يوم في شغله اشكاليه تختلف عن الاشكاليه التي تناولها بالامس. Guess what? We are developing the student as a scholar model. الموديل التعليمي اللي احنا عايزين نعمله بتكون من ثلاث اعمده اساسيه. A student as a scholar model، احنا اتفقنا ان هو he is my partner، هو ممكن ينتج علم معايا. البيلر الثاني ان هو he is a continuous learner، learning paradigm، يقرا ويتعلم ويجي يسال ويتعلم ويقرا. والبيلر الثالث a culture of inquiry based learning، بيسال اسئله all the time، اوكي؟ واللearning والinquiry based دي حاجتين بيجوا مع بعض. اذا الثلاث اعمده دول student as a scholar واللearning paradigm والinquiry based learning، صدقوني كده احنا هيبقى عندنا mostly a model for research based curriculum. طب what do we need for embedding research and inquiry in our curriculum؟ We need different ways. وكتبت different دي مهمة جدا، عشان again الصيدلة مش زي الآثار، مش زي التجارة وهكذا، of engaging students. وعايزين نعمل لهم strategies for engaging at the beginning at the end and throughout their courses and their researches. عشان طبعا حضراتكم اساتذه وعارفين ان الريسيرش ده مشوار، يعني انا ببتدي في نقطه وببتدي واكمل اكمل اكمل، فاحنا محتاجين encouragement في الوقت ده كله احنا نفسنا واحنا
طلب الدكتوراه وماسترز، في اوقات كنا حاسين نفسنا هنأباندن، انا خلاص بقى مش عايزه اكمل. طيب curriculum design and research teaching nexus، علشان اقدر اديزاين curriculum موجود في التيتشنج الريسيرش كومبوننت مهمه، لازم الستودنتس يكونوا بارتيسيبنتس في حاجات واودينس في حاجات. ستودنتس ار frequently audience في الاجزاء الخاصه ب developing research and inquiry skills، زي ما الدكتوره منى واساتذه اخرى قالوا الحكايه دي، زي ما اتكلم على ايه الكرنت ريسيرش في الديسيبلين، عشان كده قلت لك يا عبد الرحمن تروح شوف الدكتوره فتحي. ف what type of research we do and how we do this is our role، ان احنا نعرفه للستودنتس and they have to be here mostly an audience. لكن how to develop the research itself واطلع الاوتبوت بتاعه وارد على الانكوايريز اللي انا بسالها، ده موستلي شغلي طبعا معايا، بس الستودنت هنا بيبقى بارتيسيبنت بشكل كبير عشان اطلع المنتج البحثي. اوكي، انا مهتمه بالحاجتين، بالكونتنت وبالبروسيس والبروبلم سولفينج في العمليه دي كلها، وزي ما قلت في مراحل انا اللي الليد وفي مراحل تانية الستودنت بيشتغل اكتر. هنا برضو نفس الكلام بس سين بشكل مختلف. لو انا في الانكويري بيزد ليرنينج، الستاف موستلي هيكونوا at the level of identifying the problems و pursuing the research and authoring the research، هيبقى more of a student led activity طبعا with my guidance، لكن الاوتبوت النهائي the producing في الشكل المظبوط اللي احنا عايزينه بالاناتومي المظبوطه اللي زي ما الدكتوره منى قالت، فديس از ذا ستاف لاند اكتيفيتي، هتقول لي البحث ده هيطلع شكله ايه بالظبط في النهايه، يعني الجزء بتاع ان انا انقحه واظبطه وهكذا. اكتيفيتي 2 ستراتيجيز فور انجيجينج ستودنتس، انا هسيب الجزئيه دي شويه خليني اكمل وبعد كده هفتح البادل الثاني. اكتيفيتي 2 بتقول لي how to engage your students in the research journey. Tell us about one way. ازاي اشجع الطالب انه يستارت وي كونتينيو ورك اون ذا ستودنتس. والسؤال الثالث والاخير، هطلب من كل كونتريبيتور في البادلت دلوقتي يقول لي استراتيجيه تشجيعيه هشجعه بايه؟ كلمتين ثلاثه، ويقول لي هشغله على ايه؟ هو في اي ديسيبلين. طبعا دكتور ايفا وبعض الناس قالت هيشتغل ايه البروبلم اللي هيشتغل عليها، بس انا محتاجه ثلاث كلمات، اسم المداخل، ازاي هشجع الطالب الاندر جراديوت بتاعته على بتاعه على ريسيرش، وايه الموضوع اللي الموضوعات اللي هيحب يرشحها للطلاب بتوعه. هسيب لحضراتكم البادلت بعد ما اتكلم على المبادره بتاعتنا. The undergraduate research initiative في جامعة اسكندرية was launched، اتكلمنا عنها من رمضان اللي فات، بس it was officially launched في 11/6. ذهبت مدخل يعني مراسلة من معالي النائب للعمدة في الكليات المختلفة، واحنا عملنا dedication للسيشنز دي علشان هذه المبادرة. عملنا periodic meeting مع الاكزيكتيف دايركتورز بتوعنا في الوحدات في الكليات يوم 15/6 علشان نقدر نتكلم على المداخله، واحنا دلوقتي في مرحله الكول فور ريسيرش توبكس. كل مدير وحده مفروض عمل فورم، الفورم دي هتقفل يوم 15/7 علشان كل طالب واستاذ معاه ناويين يشتغلوا على اندر جراديويت ريسيرش مع بعض. احنا الانيشيتيف اكشلي بتارجت ريسيرش الصغيره جدا جدا جدا، ان هو ايدنتيفاي بس التوبيك اللي هيشتغل عليه. And then we will be working on the research topics and papers as the deliverables. من أول 16/7 لحد 20/8، عشان كده بقول these are very many researches. All papers authors are invited to participate in our most important annual event in APITEL 2023. بالتوازي الملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين عمل call for participation للستودنتس بالاندر جرادويت ريسيرش بروجكت بتاعتهم، وده طبعا اورجنايزد بالعرب كونسل فور تريننج
في سلطنة عمان في نوفمبر القادم، وإحنا بنشجع كل برضو المشاركين في هذه التجربة. طبعا هم هيقدموا لنا البحوث الأول، هتوصل لنا عن طريق الوحدات، وطبعا بعد تصفية معينة الجامعة هتختار عدد من البحوث تمثلنا في الملتقى. والكونديشنز اوف بارتيسيبيشن موجودين طبعا في الكليات المختلفه. اخيرا انا مش هنهي بكونكلوجن، بس انا هنهي ببلدج، هنهي ببرومس، هقول ليتس نوت كونكلود بات ميك بروميسز. خلينا نسال اسئله نفسنا اسئله ونضع اجابات ننفذها. وات دو يو انتند تو دو، كل واحد يسال نفسه وات دو يو انتند تو دو ان ذا نكست اكاديميك يير تو امبيد ليرنينج ثرو ريسيرش اند انكويري. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يمكن احب اعمل حاجه أضمنها. What do you intend to contribute to the change of the nature of higher education? And does it really need to change? هل إحنا فعلاً محتاجين نضمن البحث العلمي في higher education على الدرجة الأولى، ولا أنا بقول أي كلام؟ يعني maybe حد يقول لي دكتور غادة this is not really needed. Would you move towards creating an inclusive scholarly knowledge building community including the undergraduates؟ هل هتعتبر فعلاً the student البارتنر مع حضرتك ينتج معاك؟ ده الفكر اللي احنا هنخرج بيه النهارده. Are you ready to improve your skills and work in partnership with your students؟ دي اسئله النهارده محتاجين نسالها لنفسنا، نجاوب and we make the pledge. We promise whether we will do it or not. The takeaway of this presentation ان هقول لحضراتكم ان احنا in undergraduate research and in research in general بس in undergraduate اكتر you are in a developmental journey of the student مع حضرتك. في الأول خالص the student they rely on external references، عايز foundations، عايز يبقى عنده knowledge يتعلمها، لازم حضرتك تشاركه الجزئية دي. He relies on authorities as source of knowledge. حضرتك تقول له الكتاب ده وحش، السايت ده وحش، المجلة دي تنفع، المجلة دي ما تنفعش. ف he develops and he knows things with you. At the crossroads في النص في ال intermediate learning phase هيبتدي يحصل له عنده ايفولفنج للاويرنس ان في مالتيبل برسبكتيفز وفي انسرتينيتي. مش كل اللي قالت، مش كل الناس قالت النظريه دي صح، ومش كل الناس قالت النظريه دي غلط، ومش كل الناس قالت ان الكوفيد بيموت، ومش كل الناس قالت ان الكوفيد ما بيموتش، اند سو اون. وهنبقى في الحته دي بيحصل فيه ايفولفنج للاويرنس، وبيبتدي عنده يتكون عنده الريسيرش ايدنتيتي بتاعته، سم فاليوز، بعض الليميتيشنز and of the dependent relationships بتبعد عنه. أنا أقدر أبحث في إيه، أقدر أبحث في إيه، أقدر أشتغل مع مين، أقدر ما أشتغلش مع مين، and so on. في النهاية when we reach the output of the project where we can write something، عشان كده بنسميها the self-authorship أو the capstone، نهاية المطاف ده خلاص هو كده اتعلم إنه بينتج حاجة، بيوصل لحاجة، وإن الحاجة دي contextual، جايه بالريسيرش ليميتيشنز، جايه بالليميتيشنز بتاعت الريسيرش اللي اسفر عنها. So it's a contextual knowledge وخرجت من الممارسه اللي احنا عملناها from an internal belief system هو شاركه and some sense of capacity هو شاركه مع الاستاذ بتاعه، capacity of himself as a researcher، capacity بتاعت الانفراستراكشر والمعامل اللي بيشتغل فيها وهكذا. وبالتالي انا عايشة مع تلميذي والطالب بتاعي في developmental journey جميلة جدا جدا. حتى developmental journey دي بدون مخرج البحث، ولو اني اراه جميل وهكون مولود جميل جدا، بس developmental journey دي اراها غاية في القيمة والسعادة، ويمكن من افضل الاشياء التي نحياها في وظيفتنا هي علاقتنا بطلابنا. أنا بشكر حضراتكم للاستماع للبرزنتيشن حتى النهاية، ولكن خلينا نكمل الويبينار بتاعتنا بالبادلت بتاعنا. في البادلت هنقول حاجتين، هنقول إزاي نإنكارج أور ستودنت، خلينا نكمل تاني ونختم على كده، إزاي تإنكارج يور ستودنت. ممكن ندخل على الستيكي نوت بتاعتنا ونكمل عليها، أو خلينا نكتب ستيكي نوتس جديدة. ازاي نانكارج اور ستودنتس على الريسيرش، وازاي في نفس الوقت، او مش ازاي بقى، ايه التوبيك اللي حضراتكم ممكن تقترحوه على الطلاب بتوعكم. خلينا ناخد بعض المداخلات كده.
معانا دكتورة شهد حسين، اتفضلي. طب السلام خلينا عليكم يا ننزل دكتور. الباتلت وناخدهم اورالي. ماشي. انا بس معلش كان عندي سؤال كنت عايزه اسال حضرتك. انا من كليه علوم جامعه اسكندريه، وكنت عايزه اسال حضرتك على اسم الدكتور اللي بيهد الانيشيتيف في كليتنا عشان نعرف نتواصل معاه. خليني استوب شيرين. اسم حضرتك؟ شهد. اهلا يا دكتور شهد. حضرتك ممكن تسألي دكتورة سارة أسامة أو الدكتور أحمد يونس بشكل تمام، مباشر. شكرا لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. أنا قفلت الشيرنج عشان توقعت اللي هيداخل بقى ناخدهم يا دكتورة دعاء، ناخدهم أفضل على الشات. تمام يا دكتور. أوكي، في معانا أمنية محمد عبد الدايم، اتفضلي. أمنية، هو أنا كنت بستفسر بخصوص نفس السؤال بس بالنسبة لكلية تربية الطفولة المبكرة. دكتورة شيرين الجلاب كده؟ تمام. مين العميدة بتاعتك يا أمين؟ دكتور رحاب صديق. برافو عليك، تخيلي الدكتورة رحاب معانا كمان منورانا، أنا شفتها دخلت النهاردة. دكتورة رحاب برافو عليكي، إيديك عارفاها. ممكن تروحي برضو للدكتورة رحاب بشكل مباشر. دكتورة رحاب معاك منورانا؟ هي كانت في بداية الميتنج موجود. معانا دكتورة منى. شيرين الجلد. دكتورة غادة، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك برضو نفس السؤال اللي الزملاء الأفاضل سألوه، مين في كلية الطب مسؤول عن الـ Undergraduate Research دكتورة هند Initiative؟ ياسين مفروض، دكتورة هند معانا النهاردة؟ طيب جميل، عظيم. طيب عظيم. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك اللي كنت سألتيه how to involve students في الـ undergraduate research، هو دلوقتي احنا عندنا في كلية الطب كان زمان أيام لما بيبقى فيه إشراف على رسائل مثلا ماجستير ودكتوراه، كان الأول كان بيبقى إجباري نحط اسم حد من الـ undergraduate students سواء في سنة خامسة أو في سنة ستة، بس الواقع اللي كان بيحصل إن الطلبة لما بيتضافوا ما كانش ليهم رول في البحث يعني، أو في أي، مجرد اسم محطوط. دلوقتي بقى نعم. optional، فأنا بقترح إن فعلا الطلبة يتم إضافتهم بس يبقى لهم بقى active role في البحث بقى نفسه مع الكانديديت، يعني مثلا يساعدوا في السامبل كولكشن، يساعدوا مثلا في الكولكشن اوف literature وهكذا. يعني اكيد في طريقه ان احنا نقدر ننفولف ذم، بس طبعا هما دلوقتي بيدرسوا اوريدي، الطلبه بيدرسوا في ريسيرش موديول، فعندهم فكره غير زمان. يعني زمان ما كانش عندهم، قبل الريسيرش موديول ده ما كانوش يعرفوا يعني ايه ريسيرش ويعني ايه ريسيرش بيبر ويعني ايه تو ببلش، انما دلوقتي الموضوع ده تالي هيبقى اسهل لان كده هما هي ابلاي اكشولي الكلام اللي هما بيتعلموه بالفعل في الموديول ده، رايي يعني بالنسبة لحضرتك المتواضع. أسهل يا دكتورة، بس بالنسبة لكليات تانية مش بالضرورة أسهل. فهي دي طبعا يمكن النهاردة احنا وي ار بيوند ان احنا نجد حل النهاردة، بس اللي أنا أقدر أقوله إن في علاقة الطالب بالأستاذ، أنا لو هشتغل مع أندر جراديوت ستودنت أنا هعلمه الأساسيات، يعني هشتغل معاه أون ذا جوب يعني. لكن قد يكون لأن في احتياج فعلا إن الكليات كلها أو التخصصات كلها يبقى عندها البيسكس بتاعت الريسيرش. يعني انا ارى ان صعب جدا في 2023 الناس ما تبقاش عندها هذه البيسكس. وبشكر تمام. حضرتك يا دكتوره، هو التحفيز طبعا جزء منه انك تشجعي، يعني just to give encouragement، وانك تضعي اليه بتاعت اضافه الطالب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، طبعا دي اليه ممتازه جدا علشان يكون معانا. دكتورة منى، قبل ما حضرتك، بما ان حضرتك بتدخلي، لو النهارده عندك topic لل undergraduate research في الطب بشكل general، يعني هتقولي ايه الموضوع عشان بس الاكتيفيتي بتاعت البادلت هو بصي حضرتك،
اه هو يعني احنا بالنسبه لنا، يعني انا تخصصي باطنه غدد صماء وسكر يعني، فهي بالنسبه لنا احنا طبعا عدد الطلبه مهول في كليه الطب دلوقتي مش زي زمان. ف يعني انا بقترح ان هي تكون حاجه بيزد على مثلا كويستشنيرز، ممكن يعني تبقى كوميونتي، حاجه متوجهه للكوميونتي، يعملوا مثلا تمام. اويرنس معينه للمرضى، او يسالوهم مثلا ثرو كويستشنير عن مثلا ان هم يعرفوا مثلا موضوع ايه، تعرفوا ايه عن امراض الغده الدرقيه مثلا يعني. ده ما فيش حاجه حاضره في ذهني دلوقتي، بس I think it would be more feasible ان هي تبقى حاجه انا بهذا بشكر القبيل حضرتك يعني. شكرا جزيلا يا دكتوره منى على كده. يعني انا فعلا بدات ان انا قلت في الاول هم هنطلب منهم ريسيرشز على قدهم عشان حتى نتاكد ان هو يعني انا بشوف ان في المرحله الاولى في تعليم البحث العلمي للاندر جراديويت ستودنتس مش الهدف الاساسي هو هيطلعوا بحث باي جوده او هينشره في كيو 1 ولا لا، مش هو ده اكيد الهدف. لكن اتصور اهم الاهداف هم إجادتهم للمنهجية، وطبعا بموضوع تناوله سهل دي هتبقى حاجة كويسة. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتورة. أنا اللي رافعة إيدي هنا عايزة أهلا أسأل. وسهلا. دكتورة دعاء احنا مش سامعينك، انت شكلك بتسألي الناس فيها أسئلة وانت قافلة المايك. انا تمام. احنا مداخلات حضراتكم بس على الشات بالنسبة لللينك بتاع التسجيل او لينك الحضور، ده كان الأسئلة اللي موجودة. هو نفس اللينك ان شاء الله هنستمر عليه لنهاية الورش، نفس اللينك بتاعنا حضراتكم تشرفونا عليه بإذن الله في التواريخ اللي احنا اللي موجودة. ممكن انزل لحضراتكم برضو تاني دلوقتي القائمة بتاعت ورش العمل على مدار الشهر. دكتور باشمهندسة إسلام نزلت اللينك بتاع الشهادات كده. تقريبا احنا كل الأسئلة تم الإجابة عليها. دكتورة غادة احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على المحاضرة الرائعة، الأكثر من رائعة في الحقيقة. بشكر جميع السادة الحضور، ويمكن النهاردة احنا وصلنا الاتندنس يعني واصل ل 150 ضيف وعضو هيئة تدريس وطالب. أتمنى أن حضراتكم تشرفونا بإذن الله في جميع ورش العمل القادمة بإذن الله على مدار الشهر لتعميم الاستفادة وتعميم المبادرة على الجميع بإذن الله. شكرا دكتورة غادة. أنا اللي بشكر حضرتك يا دكتورة دعاء، وبشكر مهندسة إسلام مناع من وراء الكواليس. بشكرك يعني شكرا جزيلا على كل مجهودك يا باشمهندسة. ويعني لو ما يضايقش حضرتك، لو حضرتك ممكن تحبي تسيبي مثلا الواتساب بتاعك على الشات، او لو تقدروا من على الشات تبعتوا للمهندسه اسلام على طول لو في اي انكوايري عن المسؤول عن المبادره او الوحده في الكليه عندكم، او الباشمهندسه هتقدر تجاوب وهتقدر برضو توصل صوتكم للكليات عشان هي موجوده معانا في جروب المدراء. فبعد اذن حضرتك يا اما يوصل لك بالميل او يعني بالتيمز شات، او تسيبي رقمك، اكون شاكره جدا يا باشمهندس. والف شكر لحضرتك يا دكتوره دعاء على المودريشن، وبشكر اساتذتي وزملائي الاعزاء اللي بيشرفونا وبينورونا من جامعه اسكندريه، وحتى لو برضو كان في ضيوف من الخارج. واشكركم شكرا جزيلا. دايما احنا بنحب نزود قاعده الضيوف بتاعتنا، ونتمنى يعني ان يكون احنا بنشار حاجه مفيده. وشرفتينا يا دكتوره نهى، ميرسي على السقفه الجميله دي. دكتوره نهى صحيح في الجامعه البريطانيه دلوقتي، لكن هي يعني من دعائم المركز. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، وتحياتي ليكم، وان شاء الله ان شاء الله نلقاكم يوم الاحد القادم في ورشه اكثر من رائعه.